باش نقول لك راه باقا هي ما بين وبين فهمتي. دابا المطيشه تنبيعوها دابا ب 7 دراهم هاي 7 دراهم مطيشه 8 دراهم. البصله ديال 1000 فرانك 1000 فرانك هذه موخوده 110 ريال الكيلو في الجمله. البصله هي 10 دراهم ديال 8 مخلصه 160 ريال في المارشي. بطاطا صاحب حليمه ديال 130 120 مجناش يا خويا. فين غتجيبها؟ غتجيبها تخسر لك في هذا السوق هذا. ما كاينش المواطن دابا تيجي تيحط يدي على البصله يسمع 1000 فرانك تيهرب في حالاته تيهرب. ما مطيشه الخيار ديال 110 في الجمله لهي فين تجيبو؟ انا تشوف اخويا انت هذا الشيء حنا جايبينو دابا راه لي جوج سيمانات وباقي ما تباع ما والو انت 160 درهم بشنا انت جوج سيمانات هي باقي ما تباعت ما والو. الله يكون في العون طلع لي كامله ب 50 درهم 60 درهم الله يكون في العون. اللحم غالي كلشي غالي ها الزيت المواد الغذائيه تطلبوا من الله يدير شي تاوي ديال الخير وصافي الله يصوب. مواطن ضر البيع وشريته وضر اكثر منه. المواطن دابا تجي تقول لي 1000 فرانك البصله راه بحال ضربتي بالضو راه تيهرب مسكين ما تيبقاش يجي عندك. الناس راه ولاو تيدير حتى داك البيض والمطيشه اللي كان رخيص يديروه حتى ولا البيض ولا 30 ريال ولاو تيهربوا. اش طاح طاح يطيح على راسه اش من طاح حتى كلشي باقي العافيه. اما تقول طاحت تولي البصله المطيشه ديال 2 دراهم 60 ريال الكيلو عاد تقول طاحت. تولي البصله هي ديال 60 ريال 80 عاد تقول طاحت. ترى باقا الشياطه صاحبي راه باقا العافيه صاحبي. الاغلبيه ديال الناس هما مسوقين ما والو انت كلشي طوابلهم خاويين 122 خدار حتى واحد ما بقى يبقى بغا يتسوق كلشي. ها واحد ها قدامك راه تيغوت ها هو راه كمل افشل. ما تنقول للحكومه تنقول للسيد رئيس الحكومه السيد اخ النوش الله يرحم لك الوالدين الا ما دير شي 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 تاويل مع هاد الناس هادو راه شي نهار غادي تصور وغتولي شي حاجه لا يرثى لها فهمتي. غيرجعوك شي ديال 81 فهمت يرجعوا لشي حاجه اللي ما راه المغاربه ديالنا حنا راه واخا هكاك راه سخوان راه الظلم بالخوه بالنقشه بالزربه وبالاخص كازاوا شي نهار غيديروا شي تصوره خايبه على قبله الزياده هذه. ها هي بلا ما نلقاو كيفاش يديروا شي حل مع المواطن. المواطن مسكين راه تهلك ما حيتو الماء والضو ما حيتو المرض ما حيتو الكرا ما حيتو الضو ما حيتو الوليدات ما حيتو المعيشه والخدمه ما كايناش الله يكون في العون. السلعه باقا غاليه دابا مطيشه دايره 140 160 مليحه. البصله 1000 فرانك البطاطا 140 160 قليله 120 ما كايناش. باقا السلعه غاليه في المارشي والسوق راه هو دار شتي خاوي مع بنادم مع الغلا ما كاين. دابا باقا السلعه غاليه اجي رجعت ما عندي وحيت بالسلفه صحيح والسوق عيان خاوي الله في عشره الناس ولا ما كاينش. هكا كتجي ديما كتلقاني ديال الصناعه اللي قبها حتى كنا كنديروها الربيع دابا الربيع ديال 160 ريال ابطا اللي كتلقاه مريض 80 ريال 100 درهم. قبطه شحال فيها؟ فيها 20 قبطه صغيره تبيعها ب 10 درهم ما غتخش 20000 فرنك. عاد الموتور مارشي اللي هنا كيجيبك 100 درهم 80 درهم.